هذا التصعيد الإسرائيلي الأخطر والأقوى في قطاع غزة منذ حرب عام 2014، قصف جوي كثيف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت خلاله أبراجا سكنية ومنازل، الأمر الذي أدى لتشريد المئات من الفلسطينيين وألحق أضرارا كبيرة في الممتلكات الخاصة كالمحال التجارية والشركات. انت هيك شايف يعني الدمار، هم نزلوا البرج لكن الدمار في، الله يكون بعون سكان البرج يعني، والمحلات التجارية، كل المحلات التجارية اللي حوالين البرج كلها راحت. يعني جريمة هذه، بس احنا تعودنا على اليهود، يعني تعودنا هذا يهود ظالم، يعني لا بفرق لا بين مدني ولا بين مسلح ولا بين طفل ولا بين شيخ، هذا هو اليهود، هذول هم، هذا هو الاحتلال. القصف الإسرائيلي المتواصل أدى لتدمير 159 وحدة سكنية بشكل كامل، فيما تضررت نحو 1200 بشكل جزئي، إضافة لتعطل شبكات الكهرباء والمياه، الأمر الذي يفاقم من الواقع الإنساني الصعب في القطاع. بلديات وسط قطاع غزة مهددة في ظل عدم ضخ كمية المياه اللازمة عبر الشركة الإسرائيلية. يفاقم هذا الواقع إغلاق للمعابر من قبل الاحتلال، وبالتالي هذا هو واقع وملامح الواقع الإنساني الموجود حاليا في قطاع غزة الذي يفاقمه الاحتلال بعدوانه وقصف منازل المواطنين كما شهدنا خلال الساعات الماضية فوق المدنيين وفوق رؤوسهم دون ما تحذير أو إنذار. الفصائل الفلسطينية حذرت إسرائيل من استهداف المواطنين وقصف المنازل، مؤكدة أن هذه السياسة التي تتبعها إسرائيل خلال حروبها ضد الفلسطينيين لن تكسر شوكته. هذا العدوان المستمر على شعبنا الفلسطيني والاستمرار في استهداف المدنيين والبيوت الآمنة والأبراج هو يعبر عن مدى إفلاس هذا العدو الصهيوني وعن فشل هذا العدو الصهيوني في ردع الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية. ونؤكد بأن هذه السياسة لا يمكن لها أن تكسر إرادة وعزيمة وإصرار شعبنا الفلسطيني. ويتزامن التصعيد الإسرائيلي مع إغلاق كافة المعابر ومنع إدخال مواد غذائية وإغاثية، فيما تواصل الفصائل إطلاق رشقاتها الصاروخية باتجاه مستوطنات غلاف غزة التي اندلعت منها شرارة المواجهة. أجواء حرب حقيقية في غزة لم يحياها السكان منذ عدة سنوات، تصعيد قد يصعب السيطرة عليه ما لم تتبلور حلول سريعة مع استمرار التهديدات الإسرائيلية وتأكيد الفصائل على حقها في الرد. عامر الفرة، اليوم، قطاع غزة.